ثمة علاقة فطرية ليست معنوية فحسب، بل تكوينية أيضا، وهي العلاقة التي تربط بين الإمام الحسين عليه السلام وبين دمعة الإنسان أيا كانت عقيدته وأيا كان انتماؤه. فإن لسيد الشهداء سلام الله عليه تأثيرا على عيون الناس ودموعهم، تلك اللآلئ التي تتقاطر تلقائيا ولا إراديا في كثير من الأحيان. فعند ذكر حادثة استشهاده سلام الله عليه، حتى عند غير المعتقدين بولايته، نراهم يتأثرون ويبكون، بل إن الدموع قد نزلت من عيون قاتليه كيزيد وعمرو بن سعد لعنة الله عليهما. لم يكن ذلك عن قصد واختيار منهم، بل عن تأثير كوني ودافع فطري، لأن للإمام الحسين سلام الله عليه علاقة حميمة بالدموع والعبرات. عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا، وحقيق علي ألا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسرورا. وقال سلام الله عليه: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى.